FM. الكلمة ليك. الثقافة والفن في ابن خلاد سي بلغيث. والله مشيت حتى كنار بعد تيريزا واستقبلني مشكور جدا جدا، وكل قعدت أنا وياه وحكينا يعني هك على لأني نلقى في ابن خلاد بكل صراحة، نلقى ابن خلاد يعني الشباب الخلادي والبراعم الصغار هذوما كيما أحمد عنتر عنده المدرسة بتاع التعليم هذه بتاع كذا، يكون في أجيال زادة. قلت علاش لا في ابن خلاد باش نعملوش مهرجان مثال. أنا أول ما اقترحت السيد معتمد اقترحت عليه قلت نعملوا مهرجان قومي للموسيقى النحاسية، لأن الموسيقى الكل معمولة في أنحاء الجمهورية كما مهرجان مزيكية من الموسيقيين اللي هوات، علاش احنا في ابن خلاد ما نعملوش مهرجان الموسيقى النحاسية؟ يعني مش موجودة حتى في البلاد، كانت قبل في قفر هلال. يعني هذا شبه اقتراح. من بعد ممكن نعملوا الوترية زادة، لأنه عندنا عندنا كما قلت لك أحمد عنتر غادي، وفما مجموعة الشباب، وإحنا المشكلة بتاعنا هي مش مشكلة محالة، أما العبد كده يحكي يقول مشكلة هو رغم ما عادش مهتمين بالشباب. رانا شو بالشباب ذاك الأطفال طول الأطفال كرتش حتى في الإعلام، يعني ملي كان هنيس وكان سنيا مبارك وكان عدنان الشواجي وكنت أنا وكان الحبيب محنوش وكان يعني نكونوا في براعم، واللي يعني أسميهم وأغناهم التو بصمة كما أنيس يا بابا الله يخليك لما تسوق السيارة فكر فينا بحرارة، سنيا مبارك أحكي لي عليها يا بابا، أنيس زاد الحرمان الذي كان تعطلاق، يعني برجع حاجات اللي قاعدوا التو يتغناوا حتى في الروضات والحمد لله. ريت اللي براعم هذوما الصغيرات مش هاليهم حتى حد، مش ماخذين حقهم، مش ماخذين حقهم الكل، لانه انا من هين كم السياسه دو في اي قناه هو الاعلام شنو هو الاعلام انت استاذه تعرف بارك الله عليك، الاعلام هو اللي اثر على المواطن. احنا تو في التلفزيونات بتاعنا تو وانت حل تلقى كان السياسه دخلت السياسه، قلت لهم تبارك الله السياسيين ما عياوش من الكلام، احنا عيينا نسمع. والله يعني شيء كبير. وبرا كابا فن الكلمة ليك.